القاضي الحقيقي كانت غريبه اصلا، بس دعاء سمير جعجع صرت دغري لفوق، رغم انه مثل ما شفنا اليوم بالتعقيد اذا بتقرا حتى يلي هو بدي افترض انه مش منقول بحرفيته منقول عدو، بس انه مبين انه ليش مختار ليش بتجيبه تستمع لايفته وانت عم تحكي عن شيء كبير. لا طبعا الاستند اللي قريناهم بالاخبار استندوا على كلمته قبل بليله. ايه شو هالعماد يعني مش غريبه؟ مش غريبه شوي؟ ما بعرف انا عم بسالك انت المحلل انا بس بالشارع المحقول مثل ما هو بتقول له انا طالع لانك مفهوم شو هي التحليلات او المناخات بتقول انه في حدا دفش للقاضي عقيقي باتجاه بس هذا. كلام السيد نصر الله كان واضح بهذا الاتجاه انه وجه اتهام كبير للقوات اللبنانيه عنده سبعه بشارع. انا برايي الكلام الهجومي كان استيعابي بدليل انه وقف الشارع يعني ما كان في جزء منه استيعابي للشارع وجزء منه راح يقوس باتجاه القوات قلت لك لحتى ما يوقف محله ويضطر تبين تبينات بينه وبين واشاد بعدين بالخطوات القضائيه اللي عم يتخذها طبيعي نورمال واذا بيصير له بهذا الموضوع انا برايي كيف نورمال مفهوم من زاويته من محل ما عم بيقاتل هو تفهم انه هو يعمل هيك بس القاضي عاية كلام انه لا في حدا يعني انه الكلام عم بقول برجع بقول ضمن التحليلات انه جبران بيصير ربما هو يلي دافشوا في هذا الاتجاه شو مصلحته؟ عنده مصلحة مباشرة بموضوع سمير جعجع برأيي كان مغلط لانه عمله دعاية وانت بتعرف ولا بنحكي بعد شو عن الجاج عن الجو العام ممنوع يتدهور الوضع بلبنان الكل دخله مش هيك برجع بكرر لك ما انا بدي اوصل لهيدي الشغله بس اللي عم بقوله دائما بقول ورح ضلني اقول انه ما في حرب اهليه بلبنان لانه ممنوع تدهور الامور كثير بس ايه في حرايق مثل هيدي ونحن مستهترين. طيب في عنده هاي اول شغله هون، ثاني شغله شو؟ ودى القاضي العقيقي انا محمود جبران لانه برجع بقول لك هيدي الكلام هيك الرمار يلي طالعه انا ما بتبنى بس بنقول الرمار هيك قالونا هيك اسمعوا كلام قال مش اول مره انا بقول انت بعثت له لمدير المخابرات الخميس بدي استمع هيدي لسمير جعجع مش هيك؟ الجمعه ما عملت السبت ختمت مديريه المخابرات وعملت التحقيقات بسرعه صحيح وطلع بيان عن الجيش انه انا ختم التحقيقات اعطيته اياه لحتى ياخذوا عند قاضي التحقيق يلي هو هلا صار صوان. طيب ليش عملت هيك؟ انا برايي قراءتي من برا بدها تطلع الملف من ايد فوت الحكومه لدى المحكمه العسكريه لانه عندها علامات استفهام ايش شو انه كيف بتقول له لانه خي ليش اثر لقاء العماد عون ما أنا بترك لا 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 ما له عليه انت مثلا تبعني منيح انا الخميس قلت له هونيك رجعت لحيت السبت بس قلت له ايه لمفوض الحكومي قال لي وين بعد ما نفذت هذا مذكره تبع الاستماع لسمير جعجع ما بيقدروا الجيش هو تحت امره السلطه القضائيه بهذا الموضوع ضبط عدليه صح طلع قال له حط لصق كما امر فوض الحكومه طلع حط لصق طيب استغربت رده الفعل الاربعه كان كلنا بنعرف ما رح يجي كان ممكن لو كفت الامور تلوع تيجي تقول له انت مذكر طلع نفذها طلع عشان صار في بحث وتحري طلع جيبه لك من فوق فوت على معرض فتش عليه وطلع جيبه مين بده ينفذ الجيش شو بتكون عم تعمل هون عم تحط الجيش بوجه ما بيقدر اذا ما نفذ اذا انت عم تعصى على الدوله بالتالي يؤخذ فيك بمجلس وزراء مش هيك عمل لك اللي ديف شو عارف شو عم بيعمل واذا طلعت تنفذ يعني انت عم تعمل مشكل كبير مع فريق مسيحة الدولة كيف اجت الفتوى يعني شو بتكون عم تضرب اثنين تابعني منيح بأبرشمون كان مطلوب الجيش انت قلت في عمليه قتل واغتيال تذكر كان بدك انه الجيش يروح يفوت بالدروز يعني بتخلص من اثنين وريد جملات والجيش وتعطل مجلس الوزراء ويات الجيش بمحل تاني كمان دفشت الجيش ما عاد بتذكر وين كان بدك كمان الجيش مع يوم المتظاهرين يوم 17-20 بدك الجيش ينزل يكسرهم بتخلص من اثنين 17-20 والجيش واليوم الجيش يعني العماد عون يعني هو الهدف نحن عم نحكي لانه عن نية الوزير بسيط قيادة الجيش صحيح في كلامك وهلا عم بتقول له اطلع
جيب لي هداك من فوق، اما بتكون انت متخلف وتخاذل ما عندك هونيك، او اطلع يعني ضرب المجموعه المسيحيه، حزب مسيحي اساسي وكبير بالجيش. فاذا مش هيك ترجع بتقول هيدي المسائل، انه اذا كان قاضي ما بيعرفها يعني ما معقول يكون بريء، ما لازم يكون بمحل اساسي مثل هذا المحل، رغم انه هو بالتكليف منه اساسي، لانه اجى من بعد شو اسمه جيرمانوس بيتر. اذا رحت عم تعمل مجزره، فاذا عارف كثير منيح بيعود الحبكه، هذا اللي عمل لك عنه. انا تشعبت اصلي، انه طبعا كل وحده بدها لا مفيد التشعب، لانه الاتجاهات كانت رايحه بغير محل. صحيح اللي عم بقوله انه حادثه عين الرمانه، ايه مزبوط اشتعالها بتاكدها، قلت لك كيف، بس لكن الظروف اللي حواليها الاستثمارات اللي راحت حواليها بتحط لك علامات استفهام. يعني انت اليوم كتحليل كمحلل جوني منير عم تقول مش راس سمير جعجع مش كان مطلوب من حزب الله، خطاب حزب الله كان للاستيعاب، كان مطلوب من طرف مسيحي اخر. اكثر واحد خسران برايي بهذا الموضوع مطلوب من طرف مسيحي اخر هو الوزير بسيل. عمل عمل انا ليش ما نجح؟ انا سمعت هيك، خليني بيسوى قليل بيسوى يكون بيسوى ايه انا ما بيسوى يكون هو وغيره طيب يضرب عصفورين بفرد حجر من الاساس عنده سمير جعجع والعماد باي حسابات جوزيف باي حسابات حسابات رئيس الجمهوريه والنيابي. هل يستطيع شخص بذاته عم بفكر بهذه الطريقه اللي انت عم تقول عنها، عم تحلل بهذا الاتجاه، انه يعمل كل هالعملية كليتها ويفوت لبنان، يحطوا على باب أتون حرب أهلية؟ ما هي ما بتدلت هي اللي عم تقولها أنت، أنه ما بدأ، بس أنه التفكير ليش أنت أول شيء بدأ تفكير شيطاني ممكن هلا مثل ما هي أو عم تعمل النتيجة وأنت مش عارف هي أسوأ. قلت لك القاضي عايق كيف وقفت، بدي اعرف كيف وقفت مع هذا البلاك، لانه ما الروس نجحت مع الروس. الروس بلغوا عند الكل انه انا حطيت عن سينه بوغدانوف، انه اي حتى لو كانوا حلفائنا اي انزلاق لوضع الفوضى اكثر بياثر على مصالحنا نحن بسوريا، وسنكون يعني راح نكون يعني عم تضيري مصالح يعني. انا ما مهتم فيك بالساحه اللبنانيه الا من ناحيه ما بدنا نروح على الخراب فيها.